بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المتابعين والمشاهدين عبر اليوتيوب. يتجدد معكم الموعد، نتحدث ونتحاور ونتشاور في كل الآراء، في كل القضايا، في كل الكواليس فيما يخص الرياضة المصرية، مش بس كرة القدم، لا وباقي الألعاب على مستوى الجمهورية، ومش بس الرياضة المصرية بل والعربية والأفريقية والعالمية. يمكن أتكلم في هذا الفيديو عن لقاء نادي الأهلي مع الزمالك مواليد 2001، فريق الشباب. اللقاء الذي انتهى يعني منذ ساعات، وشفناه واتفرجنا عليه كلنا. ويمكن ميزة أن قناة النادي الأهلي ذاعت اللقاء باستوديو تحليلي، وبصراحة بإخراج وحاجة مميزة جدا. هذا اللقاء الذي أقيم في ملعب نادي الأهلي بمدينة نصر. وقبل ما اتكلم عن هذا اللقاء والامور الفنيه فيه، وفوز النادي الاهلي ب3 اهداف مقابل هدفين في قمه كره قدم مصغره ما بين الاهلي والزمالك، خلينا ناخد شويه دروس مستفاده. مهم جدا ان لاعبي النادي الاهلي والزمالك الشباب ان هم يتفرجوا على مثل هذه المباريات، وان هم يشوفوا ان فيه اهتمام بهذا القطاع، لان انت بتتكلم على مواليد 2001، والمواليد الصغيرين دول هم دول نواه المنتخبات الوطنيه الفترة القادمة. وإن كنا بنتكلم عن مغالاة في أسعار اللاعبين وارتفاع بورصة اللاعبين، وإن المحترفين واللعيبة الأجانب بقت أرقامهم فلكية، فليه ما نهتمش بهذا القطاع وهو قطاع الناشئين؟ وكان دايما بيقال زمان إن ناشئ النادي الأهلي والزمالك هم أفضل ناشئ جمهورية. كذلك موجود إنبي، وكان في فكرة حتى الكشافين على مستوى الجمهورية. الفكر ده قل شوية، ويمكن أنا ممكن بتكلم بس في الفيديو ده وبخصص بعض دقائق علشان نؤكد على أهمية قطاع الناشئين في كل الفرق، مش بس في الأهلي والزمالك، لا في كل فرق الدوري الممتاز وحتى في مراكز الشباب، لأن نواة المنتخبات الوطنية وفرق المستويات الأولى أو ليفل إيه زي ما بيقولوا هم قطاع الشباب وقطاع الناشئين. وفي بعض الأندية بيبقى عندها فكر استثماري إن هي تبدأ تهتم بهذا القطاع، تسقي لاعبيها، تبدأ تطلعهم مع الفريق الأول أو تطلعهم إعارات علشان تبيعهم بمبالغ مالية مختلفة، وده فكر استثماري شوية، ودي حاجة تحسب زي اللي بيعمله فريق النصر، وزي حتى اللي كان بيعمله فريق النجوم في بعض الأوقات، وزي اللي كان نادي الإسماعيلي بأوقات كتيرة بيعمله. ممكن تبدأ تصعد لاعب ناشئ تديله مباريات مع الفريق الأول وتثقل موهبته، يبدأ ياخد خبرة، ممكن يشارك مع منتخبات وتبيعه لفريق كبير أو يحترف بمبلغ مالي كبير. وتجربة نادي المقاولون في محمد صلاح حكمة وموعظة كبيرة، ازاي نادي بحجم المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب اسمه محمد صلاح، يبدأ اللاعب رغم صغر سنه يكون فيه ثقة فيه وياخد مباريات ويلعب مع الفريق الأول في المقاولون العرب، ثم يذهب لتجربة احترافية سواء في سويسرا أو في إنجلترا أو في إيطاليا أو في روما. ولكن القيمة حتى الآن المقاولون العرب كان بياخد مبالغ مالية من انتقاله من فريق لآخر بسبب حقوق الرعاية، وبالتالي الاهتمام بقطاع الناشئين نفتقده كثيرا، نفسنا نشوف أكتر من محمد صلاح، لأن مثل هذه التجارب بس مش كمان لمصلحة الكرة المصرية، لمصلحة اللعيبة نفسها ولمصلحة المنتخبات الوطنية. شوفوا كمان فرق زي نيجيريا ولا جنوب أفريقيا ولا كوت ديفوار، تلاقي من الناس صغار السن كلهم محترفين وطالعين بره. ويمكن التجربات الاحترافيه اللي موجوده في مصر الناجحه زي محمد صلاح ولا حتى قبل كده ميدو ولا هاني رمزي، لما بيطلعوا هم صغيرين في السن ده اللي بيساعدهم بعد كده ان هم يبداوا يتعايشوا ويتاقلموا على الظروف المناخيه هناك والظروف الاحترافيه المختلفه، وبالتالي بيساعدهم على خوض تجربه احترافيه مميزه. على العموم دعوه لكل الانديه للاهتمام بقطاع الناشئين، وبتكلم بالتحديد على الاهلي والزمالك لانهما قطب الكره المصريه وهما نواه كره القدم المصريه. طيب نروح بسرعه لمباراه الاهلي والزمالك مواليد 2001، اتفرجنا عليها في مدينه نصر، مباراه كانت مميزه، طبعا اكيد مش بنفس مستوى الفرق الاولى، ولكن مباراه كانت حلوه، فيها شغل فني وفيها شغل تكتيك من المدربين، وكان فيها قمه الاثاره وقمه المتعه. تقدم النادي الاهلي ب3 اهداف، ثم فاق نادي الزمالك مؤخرا واحرز هدفين علشان ينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي ب3-2. برضه نذكر اسماء اللي جابوا الاهداف لان مهم جدا. سجل النادي الاهلي محمد ياسر، وسجل محمد اشرف من ضربه جزاء، وسجل حماده الفيل ايضا الهدف الثالث للنادي الاهلي، لكن سجل لنادي الزمالك حسام اشرف من ضربه جزاء،
وأسامة فيصل الهدف الثاني لنادي الزمالك علشان ينتهي اللقاء 3 الأهلي 2 الزمالك. كده يبقى الأهلي عنده كام؟ 78 نقطة، والزمالك عنده كام؟ 51 نقطة. بالمناسبة الأهلي كان من قبل المباراة ضمن الفوز بهذه البطولة، بطولة الجمهورية مواليد 2001، لأن الأهلي دلوقتي بيحتل المركز الأول والزمالك بيحتل المركز الثامن. إذا الزمالك عنده مشكلة في هذه الفرقة، في هذا القطاع. خلاص الأهلي توج رسميا بطلا للجمهورية، فاز النهاردة على الزمالك غريمه التقليدي 3-2. ألف مليون مبروك للأهلاوية، ألف مليون مبروك لفتحي مبروك مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي، ألف مليون مبروك لمجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب وكل الأهلاوية. لكن نادي الزمالك مواليد 2001 عنده مشكلة، يجب إن رئيس النادي والمشرف العام على الكورة وكل العاملين في نادي الزمالك يشتغلوا على قطاع الناشئين. اللي مش عاجبني كمان في المستوى الفني لفريق نادي الزمالك مواليد 2001، وان هو لسه في المركز الثامن، وخدوا بالكم حضراتكم المركز الثامن ده حاجه بعيده قوي. لكن اللي مش عاجبني كمان النهارده كان في اعتراضات. اولا كان في اعتراض على التحكيم بصوره مبالغ فيها، الحكم حسب ضرب جزاء هنا وهنا، وكان في ضرب جزاء الاهلي لم تحتسب، مش هخش في امور فنيه. لكن لما اشوف لعيب مواليد 2001 بيعترض بالطريقه دي، لا، يبقى هو واخد رساله معينه او شايف صوره قدام عينيه ماشي عليها. لما يبقى لعيب مواليد 2001 ويعترض بهذه الطريقه، امال لما يخش فريق اول فيرست تيم ولا منتخب هيعمل ايه؟ النهارده برضو شفنا حاجه، واتمنى من نادي الزمالك ان يكون هناك وقفه مع هذا اللاعب، واعتقد نادي الزمالك نادي كبير وهيكون فيه وقفه فعلا. اللاعب رقم 3 على ما اعتقد ياسين سيد. ياسين سيد عندما طلب المدير الفني التغيير، الراجل قلع الشاره ورماها، ويعني تفوه بالفاظ واعترض، وبعد كده قلع الحذاء وحدفه ولم يسلم على اللعيب زميله اللي هو داخل. هو اصبح امر كان مؤسف، ومؤسف ده تعبير قليل على الحدث اللي احنا شفناه النهارده. لان انا بتفرج على مواليد 2001، من المفترض ان انا اشوف، مش عايز اقول براءه، لا، اشوف طبعا اخلاق رياضيه ده رقم واحد، واشوف مهاره وكوره. لكن لما تبقى انت مواليد 2001 وتعمل لي كده، امال لما تطلع فعلا فريق اول انا مستني منك ايه؟ مستني ان انت تروح تضرب المدير الفني علشان غيرك؟ حاجه صعبه جدا. واتمنى من نادي الزمالك ان تكون هناك وقفه مع هؤلاء اللاعبين، بالتحديد اللاعب رقم 3 ياسين سيد. لان ما ينفعش اكون بلعب في فريق كبير زي نادي الزمالك، وانت عارف ان المباراه مذاعه تلفزيونيه والناس بتتفرج علينا وفريق قمة، وتطلع تغير يبقى الاعتراف بهذا الشكل وبهذا الاسلوب. لا، بلاها بقى كورة، وبلاها خلينا نتكلم بقى في الاخلاق، ونتكلم في التربية، ونتكلم في ان الرياضة سمو وعلو نفس وتنافس رياضي شريف. ما يصحش طبعا. اللاعب اعترض بشكل غريب، واللاعب خرج عن النص بطريقة غريبة، وطبعا هذا ما لا نتمناه انه يكون موجود في ملاعبنا المصري. على العموم مبروك للنادي الاهلي الفوز بثلاثيه مقابل هدفين على نادي الزمالك، والتتويج ببطوله الجمهوريه. على نادي الزمالك انه يركز مع هذا القطاع، وبالتحديد مواليد 2001، لان المركز الثامن لا يليق ابدا بنادي الزمالك. وايضا يركز ادبيا اداريا مع اللاعبين، محتاجين شويه حزم، شويه ربط، علشان الامور ما تفلتش اكتر من كده. طبعا دي كانت قمة مصغرة، يمكن البعض تفاءل بيها وكان واخدها نوال مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت القادم. لكن خلينا نقول الصغيرين حاجة والكبار حاجة تانية. يمكن الأهلاوية تفاءلوا بفوز النادي الأهلي وقالوا خلاص إن شاء الله نكسب نادي الزمالك يوم السبت ببرج العرب بالإسكندرية في 7 مساء في المباراة التي ستقام بدون جمهور. لكن برضو الزملكاوية مش بيفكروا هذا التفكير، وبيقولوا دي قمة صغار وانتهت، وقبل كده كان الزمالك كسب الأهلي 3-0 في برضه احدى قطاعات الناشئين، فمش هي دي اللي بتحسم الامور. طبعا يمكن الامور بس على السوشيال ميديا بتسخن وبتولع شويه، لكن زي ما حضراتكم عارفين يبقى التنافس الشريف داخل المستطيل الاخضر. والحق يقال المباراه بعد ما انتهت كان في جو تنافسي، انا بتكلم على القمه المصغره. نتمنى بقى مباراه الاهلي والزمالك 30 مارس تكون فعلا على مستوى الحدث، وتكون قمه تليق بكره القدم المصريه، ونبقى فرحانين بيها أهلاوية وزملكاوية بعد المباراة من أجل مصلحة الفريقين والمنتخب
الوطني. بشكر حضراتكم على المتابعة والمشاهدة بصفة دائمة، وتحياتي لحضراتكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.